ميون يجو فير صنيب إلى إلهي سبحانه وتعالى. إذن لبدنا يضرب وحلا عنان يا كفرتي مكة أول لي القرآن كم حي أدوغا واي حي أيج واي ويا قرآن كحجة عقلية يا قوة قلبية وح الله لي وح بن آدم كقناعة وكينونا بقورا إلهي هداد دقيست عتك لي وركي وما باهنت هداد ربي دقيست قرتد وحو شيغي قراتك وهلك قارو عتك لين كو ورنتب وما باهنت سيدا وقيت بأي لهي قال دو حكو عاي هاي عينك هاو سمعي لبدا يدو دكالي مدينة كسو دقين آيادة سورة النساء كجرتة سياقة ربي وكاقا ورما يوم منافقين تكود احجرتة إلهي نوح لي أفلا يتدبرون القرآن أي يعرضون فلا يتدبرون القرآن مية جيسين يا رب لي سبحانه وتعالى أو قرآن كبوفير سن ما يان مية قرآن كما انت عندها كم مرتان هي اسكنا في يان بي إلهي لي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا القرآن كان عدان ربي أهين وكيما لها اسبران برين بدن بين إحدي سكهلة واسبرين لها هذا الكبني آدم كو هدو مدس عضو وبابب كلا نوع كور رمو اسكهر يماده إلهي سيوح لي سبحانه وتعالى أنك هذا الكيب اسكهر إيمان مايو سيدا أوجد أي إلهي وحكو عنانا يا استفهام إنكارية أفلا يتدبرون القرآن ومفر سنيا مي كتشي سنيا أو مفر سنيا إلهي كتابك سميا قفك إلهي كتابك سأفر صدا نلش أردن أو اسكو قمم بهلية هدي أخلاقتي هدي عقيدتي هدي عبادتي هدي شريعتي هدي نقم نلش أردن أردن وده جيدة ويتجاه قدله أي سهلية إلهي قرآن كيسو حكوت الماما يا إنو يهي معجزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن قوة الله بشي بعلم دو إلى هذا وأنا الرسالة وأنا معجزة والرسالة دي رب صادري هي الرسالة دا وحي عدينا إنا وسلا قرآن إساقا الله بضل وكفلا إساقا وركينا عدين تينا أهبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى سيدا وقيت بأي الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آيات أفراد سورة محمد بينا كترتها إينا وآيات مدنية سياق المنافقين تلقى قول رمي إلهي كور رمي إيه كترتها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها ميانا القرآن كان لغنين بأي الله سبحانه وتعالى أم على قلوب بل على قلوبنا أقفالها بأي الله قلبي يدا قفل لكل ركبي ودد قفلا لو قلبك مفتوح يا هي أما متفتح يا هي وحق قال لها وانا الربية وحشي قيس سيدة درادير أيها الأحبة هدي لغو عن أنتي منافقين يا كفار محا قرآن كو فهمي ويدي مسلم كما حاضر ملايين سيساق مركة يعني قفك مسلم كاهين وقرآن كفهما ومن أولي ووحيابا وغرية إلا قربه وحانا اللي نقبى هي مركز قرآن كوفدودي إلا فهما ما أتكى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إلا يحلى قرآن كإن لقوة توبول لقرطه استنباطات كالدقيقة علماء وقارك هدم بي إلهي خلق قردن بول هدل يا مد عقلي وين يا مد عقلي وحو أبورتي قردن كم باو الرسالة ده إذن قفوا لي باو فهمي هذا اللغة ده أول حكا قرتي تتكبر باو هشتا قرآن كإن لبرتو مركا اللي قال انشبية علوم تهورنا الله صعدك تو ما يا قرآنكو لما منافق ما تكلم يدته إلا يقول له منافق هذو فهم هذو أخريو قرطو وقع عليه سلا ما قال بتكلم يدته مشرك يعربيت به إلى هيله فلم يتدبر القرآن قف كستو مسلم والله قلت له قال مركا إنه قرآن كم فهمه إنه كتاب كم فهمه وهي علماء ذو إذا دار مركا خطاب ككاري وللناس جميعا مسلم كيسقى وحوسي قارا لغيري لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن كان هدام كسود دشين لهابا إلى هيلا يبور وعقل الأصيل لها بورطة وهو كان سمي لهيدا وحيوه كان سمي لهيدا وركيسة دبتنا إلهي عبسيدي سدرات دي دواد الدلاع لهيدا إلى هيلا كدبا إلى هيلا وحلو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كسوة تصالة يالا أندت كوية ليه حل وية ليه لعلهم يتفكرون قرآن كأفرتن تصالة أما أفرتن يلا بضع ميلود مثالة كساروري أفرتن يلا بضع ميلود ربي وينو ما ما هي تصالة من كلوسو دوين يوم مسائل كعقل جاء إن بضرو كم إذا مسائل حسية الله قلت المام يوم يا ربي سبحانه وتعالى إنو تلمام يوم وحان الليلي وحالور يا ليسدة للناس أتقول كم يوم كم أحسنت الناس هو جميعا كافرهم ومؤمنهم ومنافقهم مد والبس خضر ضدوا نمبر يا ليبا إلى هيري وحين مدنيهين إن يفكران أدب أيها الأحبة تدبر كي نشير أنه وحي علماء ذو إلى هذا ما ددوا أدانا في عربي هذا وحبي ذين بضبضنين وشيء عواقبتي سيئة وحكوك بقبوبة لا فير صدر وأن نظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه بينهما ودائما الله يشو الرموه وحيكو قبا قبوبا يعني هل كي حقيقة تقيس استلاحة هانا كما فقا سيع علماء كش شيغان وحيد هذا وتأمل القرآن بقصد الاتعاد والاعتبار والاستبصار وقرآن كل دكتور الله فرصد الله دائما ده دنت لغله يدو ان وحلوغو قاطو او لوغو واياركو او لوغو غراد يش وحا جيرته مقاصد واوينو دينتو بو سو دكتي الهي يكلي نمدي سيل لوغو برو مخلوقات كي ضعف غودا ان لوغو برو دوني دي لي دشهدهدا ان لوغو برو اخره يي وينيدهدا ان لوغو برو جنته يي نارته يي فرق او دخايان لوغو برو قيامها هي كنت كسندود اللي تاجي هي مواقف تي سكلا قد سنين دوقاتي نلاشة هي ندن كايلة داين لغو برا حسك ربي هي ويني دي سين لغو برا حمها هي كديران تي سين لغو برا سمها هي قلبي قصيد وح سلين لغو برا إذن كما ورما إنه استنباطات الفقهية الدقيقة كما ورما إنه هذه للعلماء لكن وحن كورما إنه مسألة الاتعاد والاعتبار والاستفسار إن القرآن كو أخرضه إن تكون توديد ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب سأقول بأي لهي وحط المامي النتيجة التدبر كاسيني كانتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين day dhageystaan ba rabbi yiri wixii nabiga lagu soo dajiyay waxa arkaysaa in dhahoodo ilmadu dareereysa xaq ay garteen daraadeed iyagoo la rabbo waa ku rumaynay ee nagu dar oo nagu qor inta shaahidiinta Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب قرآن كوحينا قلت المام يا مركة انت فهمت أنك كيد الصد النقضة هذه قرآن كأغفر ستكت دبرتهم معنيه سوقون نتيجة روال لابد لقارة إن هذا الميساء واللابد إن شركوا كدباحية واللابد إن إلهي ذكر جيس قلبك وكحصل واللابد إن هذا ربي كعب صوت واللابد إيمان وكوكرنا وغصر ربي إن التلصار توكل سوني سيقوقبته مخلوق ورنا أتكتكتا ووح وقرانك وحق وعلا وآثار تكررت بانتا دبين وغن نقوني مركة تدبر قوي ماده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار. آيات كريمة كي نبي محمد كسود دقي إلهي إلهي خلقي قال وحن كركي نكا مغدس سمضا للكا هبين يمال انت يسك قد قودة آيات الرب اللي قو قرطا وقسو غيهي كو عقلي غالبا إلهي سبحانه وتعالى كو عقلي هلوا كوي عقلي قد هدو النار كاك حين وهي الرب قانك وقرتسين وهي هدو حبا ماها عقلك هسي عقلك شرم ماه سيدا وقيت بي إلهي كو عقلك لو حكو الشيخي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقوة إلهي حصة هدي تاغيين إيه يغو فردية إيه يغو تشيفبا وقوة مخلوقات كالربي سموين كي يعير كي يوحن كفكر إياه التفكير كودا النتيجة دا كان لطي مسكدا داواهم باه مايا وين النتيجة كتما دا ربنا ما خلقت هذا باطلا سنعذني سنع عجيب اينيتي صانع خبير عليمين وكدم بايه وين قرتا كون كان سيدو يالا هداد اركتان كمبيوتر يرفي عن حا قرتا شباب بس ما امريكا بس ما يتلا دا سوما قول علم لو مسبيسان مركا في بادية هسبية دي الوداع كبر أقبل يميسي وأي واحد ربطينا ترى ده عد خبرة يا علمي لا بس ما يسي هذا ما لين سكون كان مركز دار عطه العليم الخبير ميات كدري مني العزيز الحكيم يا ندري مني القوي إله سبحانه وتعالى صفات كيس ولا ما كار كيسا ساد ردد محيك وجارسين سينا ترى ده إله وحن دل دل ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فغنا عذاب النار تنزيه يا ربي يا بريدي سو سودا دكتور سيدا وقيت النبي محمد وحلي عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هو قوح وصق راضي النبي قولي كآخري اي ان فكر با كيس كي يقولون في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لا يتل الا الباب اي ان فكر كاسبا هو قوح راضي النبي قولي عليه الصلاة والسلام ايها الأحبة إلهي القرآن كوحينا الغربة إلي نقرنه كورنا دي مدحوينه ورقه صادره قاتل هذا ورق دوينه أخرينا فهم من نسك الدهي ما نوال بأخريه هل كان لكم سوى نوالا لغو مقرية كورنا نكا أقر ربكي ورق دو صادره كنت كسنه دو دخريني أولي قروحي إلهي كيولي رب السماوات والأرض ما فرنكو صادره الرسالة والنبي ودورته وصوله بي أدانك وصعطا عدك لكم صعطا وكلوا أن أخرنا يونا أنه قرن ما يوحا قرن أما وانقايبا يا يوحا قرن إدان تايما وأنه والده كمدا هذا هو القرآن سينو تدبرنا مرسقو مهما هيابا لينوكا مرسقو قصة سبويب مريضو لينو هو أنين أيو التعقل لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون إمسا القرآن قارك مرة تذكر مرة تفكر مرة تقوى الإيمان الرؤية والإبصار السمع وحاصرنا أولين لي أفلا يتسمعون يا فلا يسمعون أولم ينظروا أفلا تبصرون وحي الله سبحانه وتعالى آيات أما بصر كوالرمية أما النظر كوالرمية أما فكر كوالرمية أما عقل كوالرمية كلها وللتعقل وللتدبر وللتذكر وللاستبصار والاتعاد لما أنت دوحي شيئا إني ندوغنه أو أفيرسنه أو ويلينه أو فهمنه أو قرنه وحر ربي قيرنا ليه أنا يرى صالبت قرآن كوحكا بدين تتصير آياتك قاركود وحف مباشرة للتدبر أفلا يتدبرون القرآن أفرتين وأخرين أكمل آياتك قاركود سدد بمبا لينا وشيغيا انت ورلا شيغا با لورانيا وحا غرتا لأولي الالباب لأولي النهاء إلهي وحليا كو عقلك او صاحبك اما النهاء ولا الباب والعقل واسكو ذا معنى دك غرات كي غرشدا وصاحبك لا غرانيا با لي كم با قرانك كو سو اروري إلهي وليا ايات وحي وسغيه انت عقلك عليه إنكم أنت وعلم بينك وشرنا مركب سين تعقلي قاله هذا ربي جا وركي سجرم وإذا عقلك هو بتشرو وما المرن
أساليبت القرآن كو ينوف هري اللي نقربه وحكم ده ضرب الأمثال انتو سالية مهما هاللي نوية لي ووحن لين القرآن كينا فرطا ميالات كبضا أي أمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون إلهي سبحانه وتعالى أوليه أنت وحقرتك أينبى وحقر مسح ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آيات كاسرنا إلهي وحينات المام يوا ماه ماه يتصالى نويا لي كوا وانا كقاضنا إياه ما قرنا يعني انت عقل غلاي انت علم غلاي مو يعني ما فهم يعني انت فكر يسمو يعني بلى إلهي وحلي ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وحاسو قوما انت إلهي كورمي أي إلهي حلي وكلا ضربنا له الأمثال لما انت تصالى سيئبا إلهي لي إننا إيقا تصالى لي نوسيسي عد أنا تصالي من هلاقي با إلهي لي لكن كوان لما انت دوان هلاقي مركة تصالها قرن وايه أيها الأحبة أسلوبك قرآنك اللي نقرب إن نوحكفها من واتر بدي أما هالنغض مد صريحة أما مد أمثلة أما مد لأولي للباب يولي النهب الله وطلق لي أما مد لقوا قبقبين لعلكم تتفكرون لعلهم يتذكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون مِرًا إلهي وحلي آيات كواندين بل بلاري وحمد أنت لنا سيأو فكرتان سيأو حفهمتان فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى قرآن كو نصوص النوع سيئات بأبضمت فإنما يسرناه باللسانك لعلهم يتذكرون هدبا هدي أدوغوي ذا قرآن وأنا دوبتش يدني ندوغته تتكار ربنا ندوكتان قروا قوان مركو هربا نقي سنيني وإلهي نقوحي نقول يلي هذا قرآن مقاشان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأ القرآن قرآن هذه الآخر يبا إلهي لنقيست نقيست وآمص آمصك يفهم كويس كحري قفك هضليا وحما فهمه قفك هضليا وحما فهمه وحين أنت بدأني سفهمي ويني وحويان صومالي ذا شنو واي هلا يسمي الدو دقي سنية بين آدم كلنا مد باه الله شن تنا واي دقي سنة أفكا يدك تمر ما وضع شقيا وحاصل مركا إلى هي وحلي هدا ما غشاني هذا قرآن لآخرنا يوم أم الصبا إلى هي يدو دقي سنة تتكبر بان ربيني ني دقي سنة ومشركين تمحيد هذا هذا قرآن كالآخر يوم حيث ما يبيد هذا والغو فيه لعلكم تغلبون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بينه هذا يسنين كبوغا والغي بين كحوك وضطان به إلهي وحوين الفرق قرآن كإنه فهمنا هداد سكة كبرتت وماشا اللغوها يتي ويدت وده يسن ويدت وكد ذالي ويدتنا تفهمته إلهي بوحو لسا أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
دول با إلهي شاغي آياتك إلهي ويدارين أيه وكو دولك كو كبره هداي هنونك أركان كما هنونان بالي حما هداي أركان نجدكي سي راعا سببت نوام حي إلهي آياتك سي بيني وانا غافلين با إلهي أساليب تا قرآن كو ينوى ديك سدو حكم ده أسلوبك قصة هي عبرك وإلهي سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بواح لأن القرآن سقى إن له وري فهم إلهي بقول وري فهم آيات كستكو قبل قبين السؤال هذا هو الدين أيه إن هذا حقرتي ذا وحفهمتي ما شرت أسباب فضيد السه دب تدبرك أسباب قرشة سود ويسها وحوجه الرية إلهي قد قرتي يويني دي سعد قرتي يعد كل حظ سعد قرتي إذا هذا الكيس هو كله ويناني إن إنه إن بدن نسخد دينه إن إنه قرآن هسيف في عنه ولا نغنه وقتو وكوبي نصوص القرآن كان يتدبر ما شرحي سببت أنظر لينا وحويان إن أيدوه تدبرته وأن بالبدامية لكن كتابك القرآن كا عجائب تسمى لماط ولذلك بعض علماء دي وأوينيت هذا تراجم العلماء آخر ده واحدة كيسة iyagoo waqtiga dambe wada calaacalayo la inta kitaab kale isku mashquuliyo hadaan ka wana akhri laha quraan kun baan akhri laha kam min aalim kabiir ayay hayd waaradiisii ugu dambeysay markii dambe inuu lahaa intaan wax kale akhriinay hebel baayiliye qoladan baa waxa sheegtay intaan akhriinay hadaan ilaahi kitaabkiisa ku koobnaan laha wax badan baa ku dilaaci laha midna ogow hadaan ku noqnoqoto ilaahi kitaabkiisa أدقوا قلبك أقول فرنية سؤالها أقول كود دياري تذكر برد بقرآن كأخرية يقول جواب ستة والرب جواب توحي حوش لها ما يا قرآن الله لما تقول ورها رأي دو ستة وح الله تقول دو سؤال ستة ولا إله يوم حاضر أنت كتري دبتنا إله سيكون شيء وخيري أي سؤال أضبها تقول ستة وحب مال قارها كدي دي فاتح هذا كبلو برب الناس كبح وحد اللي سأل لباطن صدنا فرتنا يدودو كو جوابي سؤال أحسن درس أمام محاضرة الأخرية وانك سقو سؤال شيء سهست كتابك قال لي دمي هذا قال لي ورقة درسته سؤال شيء هذا رقبة مصحف كهذا ضمي سو أحسن درس أتفهم كرتواك أحسن درس أحاديث ويش رح ضامن لكن أصل أضبها أنت إن كنت دبرته وإله كتاب كيسة ومن بعده آيات شراح ديسة ووه الرأيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام كنه قرطه إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى كوي كتاب كيسة لازمين ونغير كوى أن حرفه سن قيبينه كوى معنه سن كرنا دعا قيبين ربي نغير انت عربت ودو توصي قلبي غودو نكو توصي إلهي كتاب كيسان ربي نغي الله سبحانه وتعالى كو فهمه سنب أو فهمه أو قرت ورك إلهي ربي نغدره اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.